السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعلن الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس مريض، رغم على بالنا كنا بلي راه مريض، وأن طبيبه منحه عطلة لعمره 10 أيام، كون كان عطلة طويلة وطويلة جدا. وذكر بيان للديوان الملكي وردته صحيفة اليوم 24 الأحد أن الملك تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد، وهذا مرض خطير جدا. اتنسيون، مرض خطير جدا. وأضاف البيان أن الملك كان ينوي المشاركة في جنازة الرئيس الفرنسي أسمك جاك شيراك. هو السبب اللي خلاني ما نطلبش ندعي ربي سبحانه بيشفيه، لكنه مرضه حالة دون ذلك، دون السفر إلى ترحم على صديقه شيراك. وتابع البيان، الملك قرر السفر إلى فرنسا من أجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب الرئيس الراحل جاك شيراك في إطار خاص. وإطار خاص هذه حطوا تحتها 60,000 خط. إطار خاص، اعتبار من العلاقات الوطيدة والعميقة التي جمعت على الدوام العائلتين. نعم، فرنسا هي اللي حاكمة، فرنسا اللي في المغرب حاكمة، في الجزائر وفي كل مكان. هذه فرنسا تضرب في الجزائر بالمغرب. المهم نكمل الروابط المحبة والتقدير الخاصة التي يكونها جلالة الملك، لا جلالة ولا شيء، روح عند ربي سبحانه وتتنحى بالجلالة في كل شيء، التي يكونها جلالة الملك لهذا الصديق الكبير المغرب. نعم، لهذا الصديق الله لا يرحم من عظم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا جزيلا.